FM. الكلمة ليك الآن وهنا في الحمامات والفار بدأ بالفيضان وفيضانات هوني بعد أمطار غزيرة هطلت علينا هوني في الحمامات الشمالية. وللحديث حول الجهة ودور الحماية المدنية معنا لطفي بن عدي المدير الجهوي للحماية المدنية في نابل. مرحبا بك. مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. نحكيه على معناتها تقول أنت فيضانات وأمطار غزيرة في الوقت هذايا، معناتها شنو الاستراتيجية أنتم اللي تحطوها الخاصة والاستثنائية باش تواجهوا الكوارث الطبيعية كما كارثة الفيضانات؟ شوفوا بداية أنه إن شاء الله ربي يرحمنا، هذايا معناتها أكيد تعرف أمطار صيفية ونقولوا إحنا كلمة عادية باتاجي ماهيش شكل اللي معناها دائما. احنا نتفقنا مع السيد الوالي، والسيد الوالي اذنت انه تكون اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم، معناتها في الدور اللجان المحلية والسادة المعتمدين ورأس الفرق نتاع الحماية المدنية ووضع جميع الامكانيات المادية والبشرية على ذم التدخلات هذايا مع المعاينة وتقريب النجدة، خاصة للاماكن اللي نجم تتقطع علينا بالعوديه ولا بغيره، فهمتني ولا في مارينا البارح او في قرنباليا ولا في دير بورقبه ولا في معنا الاماكن اللي تخللها الماء للعائلات، واحد تحول له ذخينه البارح فهمتني ولا خدمنا وعملنا ازاحات، وهذه فهمتني ولا بالمتابعه ديما وبالتفقد نتاع الاماكن هذه فهمتني ولا. دونك بصفه عامه احنا متهيئين. تقولي على الحمامات، الحمامات ديجا من البارح فهمتني ولا سبت امطار ولحمنا حتى الحمامات الجنوبية فما بعض النزول تخليها الماء في المنطقة السياحية ومع الأودية. لكن أنا من خلالكم بكل صراحة باش نطلب من المواطنين ومن الأخيين كل المستمعين أنهم ياخذوا معناها حذرهم. الواحد ما يقولوا احنا ما يرسكيش ما يدخلش في المعارفش أنا فيه، إذا كان الولد ما يعديش ما يعديش، مش لازم أنك معناها تجازف وتدخل في هذا بصفة عامة. واليوم احنا كما قلت أنت متهيئين ومتحذرين بالامكانيات نتاعنا في التنسيق مباشر مع السلطات ان شاء الله نكونوا معناتها سلوت في تحذر المستفيدين معناتها في المناطق السياحيه انهم انا نحذر المستفيدين ونحذر حتى السواق وما عندهم الكراهب وغيره، اي مواطن يشوف الخطر ماذا بيه بكل صراحه ما يرميش روحه في الخطر هذه. ساعات نشوفوا انه العباد اللي يقول لك لا الواد هذا يعدي مثلا ولا البحر يعوم ولا غيره، فهمتني؟ اذا دونك نطلب منهم انهم يراعيوا الوضع العام بصفه عامه ان شاء الله نكونوا ما فماش خطر. اي انتم عندكم تقريب في الخريطه نتاع الجهه مواقع معناتها وارد انه تقع فيها معناتها فيضانات او تكون مناطق منكوبه؟ شوف انا بصفه عامه باش نحكي لك انه المخطط الجهوي لمجابهه الكوارث فيه جميع النقاط نقولوا احنا الزرقاء واللي متعرضه للفيضانات، وهذه قاعدين ديما كل عام نحيينوها ونشوف اش نجمو نعملوها على مستوى حلول نقولوا عاجله معناها حينيه، وفما حلول تجاوزنا احنا على مستوى وطني باش تبدا معناها نقول حلول كبيره معناها نتاع بيجي كبير واحد. لكن لاحظوا احنا كامكانيات بشريه وماديه الموجوده على مستوى ولايه نابل ديما راهي متوفره وديما نحاولوا نسخروها لجميع التدخلات نتاعنا. يعني زادت المناطق الزرقاء كما قلت انت ولا النقاط الزرقاء موجوده هنا حينوها، ثم تسلحت عملناهم في بعض الاماكن في دار شعبان في بن خيار، ثم اللي يزيد خاصه احنا نلاحظوا اللي ثم عباد زاد ولا تبني في الواد ولا عباد معناها ما تحترمش بكل صراحه رخص البناء، ثم عباد ما عرفش انا يجي يحاول فما شكون يحب يغير حتى مجرى الواد وانت تعرف الشيء هذا فهمتني ولا في عديد من الاماكن. دونك هذايا هو ساعات يخلق لنا مشاكل جديده ونقعدوا نعانيوا فيها. بصفة عامة هذه الفكرة العامة نتاع الواحد. والمناطق أو النقاط الزرقاء عندها زادة استراتيجية معناتها استثنائية، استراتيجية استثنائية في التدخل العاجل وإمكانية نخدموها على مستوى جهوي اللي هي مع السيدة الوالية واللجنة الجهوية، وفما ما نكذبش الحلول اللي هي معناها نقولوا تستعصى في الوقت الحالي، حلول كبيرة نتاع بناء مثلا نتاع تسييق ولا نتاع معناها باش نعملوا معناها تحويل نتاع فيضانات فهمتني ولا حمايه فيضانات مدن وكذا، دونك هذوما حلول تبقى وطنيه. وانتم فما التعامل مع حرس شرطه المرور فيما يخص تسكير الشوارع اللي تتسكر بالفيضانات؟ طبعا احنا نسق اذا كان فما اودي، احنا تو شنو منين جينا معلومات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا المعلومات هذه، واحنا نسق مع الاخرين في الشرطه والحرس، واذا كان فما طرق ولا اودي مع شعدي
بالطبيعة باش نعمل هو الشيء هذاك ونقولوا معناها حتى من خلالكم ولا من خلال بعض النشريات الإخبارية نقولوا راهو معناها ما فماش إمكانية في الواد هذاك راهو مقطوع غيره وديما في التنسيق مع بعضنا وخيرا حتى في الأمن بخلاف حتى الطرق فما خدمات أخرى يخدموا معنا فهمتني ولا يعملوا عملية إجلاء معنا في بعض الحالات. أي واللي يحب ياخذ معلومات حول المناطق هذه والنقاط الزرقاء شنو نجم يعمل؟ والله احنا كحمايه مدنيه على ذمتكم تفضلوا بحذانا خاطر كما قلت لك مخطط كامل. اي دونك مرحبا باللي يجيب حذانا نعطيه المعلومات ونعطيه السوا احنا في النقاط الزرقاء هذه راهو نصنفوها فما نقطه ذات معناها خطر معناها نقولوا كبير وفما اقل وكل نقطه عندها معناها شنو هو الحالات العاجله والحالات الاجله. في نفس الوقت نقولوا شنو الاسباب نتاع النقاط هذه دونك اي نقطه معناها موجوده عندنا راهي تلقاها بجميع المعطيات. ومع تهيئه المثال العمراني وكيف كيف تهيئه البنيه التحتيه نجموا نقصوا في النقاط الزرقاء هذه ان شاء الله. والله ان شاء الله معلش انا ما نقول حتى شيء نقول برشا معناها اماكن عامله مجهودها لكن زاد اليوم تعمل مجهود غدوة تلقى عباد زادت في منطقة معينة ولا عباد عملت حفرت في منطقة معينة. أنا نقول لك حاجة سامحني ممكن مش أقول معناها الواقع أنه كل عام ما بين مندوبية الفلاح وما بين ديوان تطهير وما بين تجهيز قاعدين نظفوا في مجاري المياه من الأودية ويسرحوا في الكاناليزيون تاع اللوناس والمشكلة كل عام تتسكر نجي نشوف نقول أودية تعبيت بالفضلات نتاع المرمح معناتها المواطنين يرميوا في الركام وفي احنا مرة فاتت في على مستوى الناصر وقرا لقينا فيه جلود نتاع حيوانات معناها زاد كمام احنا يا خويا صحيح فما تحيين وفما تنظيف ماذا بينا الاخرين حتى المواطنين لازمهم زاد يحترموا القوانين المعمول بها يعاونونا. شكرا ليك لطفي بن علي المدير الجهوي للحمايه المدنيه وربي معاكم واحنا في الحالات هذه لازمنا الكل مع بعضنا ولا جوستومون لراحة المواطنين والمتسكنين. شكرا ليك لطفي بن علي مدير الجهوي للحمايه المدنيه. الكلمة ليك